سكري حضراف، مرحبا بك. ميرسي، بارك الله فيك. لاباس عليك؟ الحمد لله، كل شيء على بخير. كتعاود؟ بخير، ترونكيل، اللهم لك الحمد. مرحبا بك في كازا. ميرسي. كي جات كازا؟ كازا كلشي تعرفها، كازا مدينة اللي هي كبيرة مزيانة، فيها بزاف ديال الناس، فيها المحبين، فيها العشاق. كازا العموم كتبقى مدينة اللي عندها الوزن ديالها في المملكة. زكريا، بغيت نبدالك، بغيت نسولك على الرجاء. وي، مرحبا. سنيتي في الرجاء. وي. كي دازو لي نيغوسياسيون مع بريزيدون سعيد حسن؟ واه، ما نكذبش عليك، كان المكتب المسير فريق الرجاء البيضاوي، كانت واحد المفاوضات اللي هي جاده واحد المده ديال الشهر، حنا كنتفاوضوا مع بعضياتنا، كانت مفاوضه شي احترافيه بينك انت وبين بريزيدون. مكتب المسير كان بيناتنا واحد الثقه، هما عرضوا عليا الشروط ديالهم، حتى انا بدوري عرفت عليهم الشروط ديالي، وكانت واحد النيغوساسيون اللي هي جاده، وخرجنا بواحد الحل اللي هو كيرضيهم وكيرضاني، والحمد لله استطعت نسيني في فريق الرجاء البيضاوي. كلشي كيعرف ان الرجاء البيضاوي فريق اللي هو كبير، فريق اللي عنده المكانه ديالو لا قاريا لا افريقيا لا في البطوله الوطنيه، وان شاء الله نتمنى خير ان شاء الله في باقي المواسم. ما خفتيش انك تسني مع فرقه اون كريز، فرقه اللي عاشت مشاكل كبيره العام اللي فات، اضرابات اللعابه، عدم الثقه في الرئيس، هادشي كله ما كانش عائق بالنسبه لك؟ ما ندمتيش؟ علاش غادي ندم؟ وانا مقتنع بواحد الحاجه، اول حاجه ولكن كيف ما قلت لك فريق اللي هو كبير وغيبقى دائما كبير. ثاني حاجه، كاينه ان كريز ولكن ما كاينش بروبليم في الرجاء، كاين ان كريز ولكن كريز يقدر يتحل مع باقي المواسم، يقدر يتحل مع مسيرين اللي هما كيحبوا الرجاء وكيبغيو الرجاء، ولكن ما باش لي انا مشكل في الرجاء، حتى حطيت البلون ديالي وعرفت المشاكل اللي كاينه في الرجاء وعرفت الكريز اللي كاينه في الرجاء، عاد فاش اقتنعت ومن القلب ديالي وبالدماغ ديالي عاد فاش سنيت في الرجاء البيضاوي. يعني انا كنشوف الرجاء البيضاوي كنشوفها ما عندهاش مشاكل ولكن عندها كريز، وكريز تقدر من القدام يتحل، حيت كيف ما كيقول لك فرقه كبيره راه كتمرض ولكن ما عمرها ما تموت. المشاكل اللي كاينين هما اللي عشت انا مع الفريق ديالي صراحه، عشت معاهم في بيريود ديال الطيوح، مع اللاعب راه خاصو يحس بمشاكل من الفرقه تكون كطيح وما عندهاش فلوس. هادشي انت بجديده عشت مرارا وتكرارا، ومن هذا المنبر اعتقت الفريق ديالي مرارا وتكرارا، والحمد لله انا كنحب الفريق ديالي، اعتقته المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه، وهاد السنه هذه تكلاسينا به حنا الثانيين، انا راضي بالفريق ديالي، وجيت لفريق الرجاء البيضاوي على قناعه وعلى حب وعلى تقدير بان عنده جمهور اللي هو كبير، عنده القاب ديالو اللي ما عمر شي واحد يحيد ليهم الالقاب ديالهم من التاريخ ديالهم. انا وقعت في الرجاء البيضاوي ماشي على بانني جاي على قبل الماده ولا قبل، جاي بالرجاء البيضاوي باش نبرهن على المستوى ديالي، باش نعطيهم كل ما في وسعي، باش نلعبوا على الالقاب ان شاء الله في المواسم المقبله. حكينا واحد فئه الجمهور ملي سنيتي عاتباتك، ما بغاتكش تسني فرقه ما معروفش المستقبل ديالها، ما عارفين واش بريزيدون غيبقى واش بريزيدون غيمشي، فلوس ما كاينينش، اضرابات، شنو انت تقول لهاد الناس اللي ما بغاوكش تسني في الرجاء؟ واخا هما رجاويين مي ما بغاوكش تسني في الرجاء في هاد لابيريود هادي. من حقهم، اي واحد كيموت على الفرقه ديالو، ولكن انا حتى نقول انا ما مسينيش مع شخص، انا مسيني مع مؤسسه نادي الرجاء الرياضي البيضاوي، كنحترم العقد اللي كيربطني بهم، كنحترم اللوغو ديالهم، كنحترم المسيرين ديالهم، كنحترم الجمهور الكريم ديالهم، كنحترم المدينه ديالهم. انا لو كنت سينيت في 2014 2013 2015 وانا ذاك كان رئيس مختلف على هذا الرئيس، نقولوا وي مزيان، ولكن الله عز وجل حتى لدابا عاد فاش بغاك تكون في الرجاء البيضاوي. الناس اللي قالوا كاين صداع، كاين المشاكل، كاين هادي، علاش سينيتي في الرجاء؟ انا ما سينيتش في الرجاء على قبل المشاكل، على قبل الصداع، انا سينيت في الرجاء على قبل الالقاب، وسينيت في الرجاء بالصدق، وان شاء الله انا الكلمه ديالي ما غاديش نقولها في الميديا، الكلمه ديالي غنقولها رقعه الميدان، وكنقول ان شاء الله للجمهور ديال الرجاء البيضاوي انتظروا زكريا حضراف
حيت هذا الشيء كيبقى غير اعلامي وهضره وكل شيء كيدوز، ولكن الواقع فين كاين؟ الواقع كاين في رقعه الميدان. وغادي نقول الكلمه ديالي حيت عارف المؤهلات ديالي وعارف القدرات ديالي ان شاء الله. ثاني فريق كتلعب ليه في البطوله هو الرجاء. وي. لعبتي في جديده، بقيتي معاه من بدايه لا كارير ديالك حتى لدابا. وي. عاودينا على ليكسبيريونس ديالك في جديده، علاش ما عمرك ما بدلتي الفرقه؟ بقيتي بلوزيغ زاني في جديده في نفس الفرقه، مالغري المشاكل اللي عاشوا، مالغري انه جاوك عروض قبل، مي بغيتي ديما تبقى في فرقتك، علاش؟ لا انا نقول لك بصراحه، اي لاعب كيبغي يشوف راسو من الاحسن الى احسن، واش فهمتي؟ ولكن جاوني عروض في اوروبا، جاتني مونبولي، كلشي عارف عارف الدرايه وعارف السويجي، ولكن انا بقيت في فريق الدفاع الحسن جدي، لان اول حاجه لعبت في جميع الفئات ديالي، ود المدرسه، طلعت في 2008 مع سي جمال السلامي، كانوا كيتبدلوا مسيرين وتيقولوا لي باننا باغي الخدمات ديالك، حتى انا كنقتنع بهذاك الشيء اللي كيحطوا ليا، وكنجدد معاهم الكونترا وكنبقى معاهم. بقيت كنعاون الفرقه ديالي دائما، كنا كنتخبطوا في مشاكل ديال الطيوح، كنعتقوا الفريق وكنرجعوا للمكانه ديالو الحمد لله. الموسم اللي من بعد كيجيو عاوتاني مسيرين وتيقولوا لي ودي باغي الخدمات ديالك، كنعاود نرحب بهم، كنقول لهم اش كاين وكنبقى عاوتاني معاهم. سنين هاد السنه اللي فاتت كنت غادي نخرج من الفريق ديالي، ولكن عاوتاني جاو عندي مسيرين ونفس الطلب وهادي، وصراحه هذا الشيء ما التاريخ هو اللي كيشهد، ما غادي نزيد عليهم، ما غادي نكذب عليا، ما غنكذب عليهم، ما غنكذب على راسي، هذاك الشيء كيبقى كلير، كيبقى بالتراضي، كنبني اي حاجه كنبنيها بصدق. زكريا نساو شويه الكره، بغيت نسولك على حياتك. مزوج تبارك الله، كان عندك الوليدات؟ عندي جوج ديال الوليدات، الله يخليهم ليك. اللهم امين. عندي الوليد الاولاني انس، عنده 4 سنين، وعندي بنيته الثانيه سميتها اميره، عندها 1 عام و7 شهور. تبارك الله. سولك ولدك مثلا الا بغى الا كبر في المستقبل وبغى يدير حتى هو لا كارير ديال بواه، تعاونوا ولا غتقول ليه لا قرايه هي الاولى، كره ما عندك ما دير بها؟ لا ما عمرني ما نقدر نقول لي شي حاجه في هذا الموضوع، ولا نقول ليه الكره ما عندك ما دير بها. انا صراحه كنعشق الكره، انا ما نكذبش عليك، انا الكره شي حاجه رغبه، ماشي تعلمناها ولا من الصغر غتبقى دائما رغبه، واخا نسالي الكارير ديالي بروفيسيونيل، ولكن راه غتلعب في الحومه وغتلعب في البحر وغتلعب في لاصال وغتلعب، غتبقى دائما الكره كتراودك حياتك كامله. بالنسبه للولد ديالي في الديبي ديالو، فعلا القرايه راه هي الاولى. علاش القرايه؟ باش يتثقف، باش يعرف يهضر مع الناس، باش يعرف يتواصل، باش يعرف بزاف ديال الحوايج، ومن بعد ملي غيوصل لواحد لاج ديال 17 18 19 20، هو كيبقى ليه الاختيار، واش عنده البلون ديال القرايه ناسبو غيكمل فيه، عنده البلون ديال الكره يقدر يكملو، غنخلي ليه الاختيار ديالو. انا ما عليا الا دابا من واجب عليا نقريه نربيه، احترام اخلاق تقدير. شنو كيدير زكريا حضره في لو طون لي ديال في الوقت اللي ما كايناش الكره؟ شنو كدير؟ فين كيعجبك تمشي؟ والاغلبيه كاينه كره القدم، ومن بعد كره القدم كنقرا شويه على كره القدم نيت. كيفاش؟ كان الوقت الفارغ ديالي كنشد البيسي وكنقرا كنقرا على كره القدم، كيفاش التشكيله خاصها تكون، كيفاش التشكيله حتى هي خاصها تكون. شنو باغي في المستقبل دير اون كارير ديال مدرب؟ الا قدر الله ممكن. كتفكر في هذه القضيه؟ وي بالفعل، كل شيء ممكن وان شاء الله يكون خير. دابا المدربين اللي كاينين دابا حتى هما كانوا لعابه. كتفرج في البطولات الاوروبيه؟ شنو كتتبع؟ بالفعل كنتفرج في جميع البطولات وكنستافد من جميع البطولات. اي فريق اللي كتتفرج فيه بزاف في لوروب مثلا؟ كنتفرج في عده فرق، حيت كل فريق وستيل دو جو ديالو. شكون اللي كيعجبك؟ ضروري كيكون فرقه في لوروب كتعجبنا كنبقاو ديما نتفرجوا. وي كاين، ولكن كاينين فرقي كاينه فرقه اللي كتعجبك باللعب، كاينه فرقه اللي كتعجبك بالالقاب، كاينه فرقه سميات اللي لاعبين. واش فهمتي؟ كل فرقه ما يمكنش
غادي نحدد فريق. شكون اللي كيحدد فريق؟ اللي كيحدد فريق هو غير الانسان اللي باغي يتضارب مع صاحبه باش يقول لي انا راه البارسا انا راه الريال. انا لا، انا كنتبع البارسا على قبل اللعب ديالهم، كيفاش كيدرجوا الكره كيفاش كيخرجوها. كنتبع ريال مدريد على قبل لعبهم وكيبغيو الالقاب، كيفاش كيفكروا في اللقب اكثر من اللعب. كنتفرج عاوتاني نمشيو للبريمير ليغ، كنتفرج في تشيلسي، كنتفرج في ليفربول، كنتفرج مشيو للطاليان، كنتفرج في روما، في اليوفي، قاعدو فراقي كنتفرج فيهم. في المغرب راني ود البطوله، متبع البطوله بجميع الفرق الوطنيه، فهمتي ولا؟ انا متبع. عندك مع الموسيقى؟ كنتصنت شويه الموسيقى، كنتصنت شويه الموسيقى، موسيقى كنتصن اللي كنتصنت ليها ديال ماهر زين، سامي يوسف. دونك الموسيقى الدينيه؟ كنتصنت الموسيقى الدينيه بزاف. كتعرف طيب شويه ولا ولا؟ ولا ما عندكش مع شي حاجه سميتها الكوزين؟ طياب لا لا شويه كنعرف، ماشي ما كنعرفش كنعرف. انت منين اصلك بعد؟ انا؟ اصل انا اصل ديالي دكالي. دكالي يعني غتكون داكشي الماكله الدكاله؟ اه بالفعل، الدكاله الناس طيبين، الدكاله الناس ناس بضيافه، معروفه عليهم في المملكه المغربيه كامل. اي مدينه مشيتي ليها واي جهه مشيتي ليها وسولتيهم على دكاله يقول لك دكاله مضيافين، كيضيفوا بالناس، كيقدروا الناس، كيحترموا الناس، وعندهم طياب، عندهم طياب. وجل الخضار، جل الخضار كاين في دكاله، بالخصوص كاع مشهوره دكاله مشهوره بالقرعه. قرعه يعني كيدي قرعه ديك كسكسو فيها بوكو دينيرجي. اه كسكسو راه معروف، كسكسو الدكالي راه خطير بزاف. كتعاون شويه المدام في الكوزينه تدخل معاها ولا؟ بالفعل بالفعل، نقدر نصب لك واحد الطاجين، نصب لك انا واحد الطاجين انا وياها، نقدر نلوح لك شويه اللحم، نقلي لك شويه البصله، شويه الزيت، شويه البزار، شويه هذه، نقدر نبدا بعدا كاين نقدر نصوب لاباز. بعدا راه كاينه لاباز، كاينه لاباز، كاينه لاباز. مغربي بحال جميع المغاربه، الحمد لله ما نتحنسروش، فين ما لقينا راسنا نقضيو الغرار، ما يمكنش هذا. شكرا زكريا، بارك الله فيك، شكرا حيت قبلتي الدعوه ديالنا. بارك الله فيك، نتمنى نشوفك ان شاء الله فرق كبار. مرحبا، انا فرح الاشاره. بارك الله فيك، تهلا فراس. ميرسي، شكرا. انتظروا زكريا حدراف فرقعة الميدان الموسم المقبل إن شاء الله والمواسم اللي جاية رفقة رجاء البيضاوي، وما كنهضرش عن فراغ لأنني عارف القدرات ديالي وما غيكون غير الخير إن شاء الله الموسم المقبل إن شاء الله.